احنا نتكلم في انواع القراءة، بس مش اللي هتطلع في السيرش خالص دي. النهاردة اكلمكم عن موضوع في غاية الاهمية، وهو انواع القراءة. اساس قرأنا عن الكتب، عن القراءة، عن الانتوديشن للقراءة، ان انت لأصل لفكرة القراءة اساسا. فعايزة اتكلم النهاردة عن فكرة انواع القراءة، وازاي ان انت لما تيجي تقرأ تكون واعي انت بتقرأ ازاي، مش بتقرأ سبهللة وخلاص، وبتقرأ بطريقة منهجية. منهجية هنا يعني منظمة وعلى طريق انت ماشي عليه، مع العلم ان في قراءة انا اسميها قراءة منهجية، بس ما مقصودش بيها اللي هي المنهجية بتاعت النظام، لكن اقصد بيها المنهجية اللي انت حطتها خطة الموضوع انت مهتم بيه. وده بقى ياخدني، يلا نبدأ فيه، نبدأ الفيديو اتكلم فيه عن انواع القراءة. اول حاجة عندي القراءة المنهجية، القراءة اللي هي ممكن نسميها تتبعية، يعني نسميتها تتبعية او قراءة منهجية، وده لاجل ان هي بتكون مرتبطة بموضوع دراستك، مرتبطة باهتمامك الاكاديمي، مرتبطة باهتمامك العملي. فممكن مثلا يكون حد مثلا شغال في بيزنس او شغال في الماركتينج، بس هو مهتم ان هو يعرف ابديتس عن موضوع الماركتينج، فممكن يجيب كتاب عن الماركتينج او يجيب مثلا كتاب مهاري معين. ده كده معناه ان هو قراءة منهجية، مش شرط يكون من قراءة منهجية ان هو يكون بيكتب بحث، ولا هو يكون مثلا بيعمل ماجستير فهو بيقرأ مثلا عن الموضوع دوت في مختلف يعني المصادر بلغات مختلفة. لا، ممكن يكون بيقرأ قراءة منهجية تتبعية، بمعنى ان هو بيقرأ كل ما يخص النقطة اللي هو مهتم بيها. ده النوع الاول، القراءة التتبعية. النوع الثاني بقى هو اللي انا بسميه قراءة مهارية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مثلا عندك قلة مهارة مثلا في ان انت تسيف الفلوس بتاعتك، او تحفظ الفلوس بتاعتك، او تحوشها، او تنمي فلوسك، او عايز في يوم من الايام مثلا تكون فلوس من شغلك او هكذا، بس انت مش عارف. هنا ممكن مثلا تروح تقرأ كتب عن ادارة الاعمال، ادارة الاموال. عندك مثلا مشكلة في ادارة الوقت، تروح تقرأ كتاب عن ادارة الوقت. عندك مشكلة في الاجتماعيات، تروح تقرأ كتاب عن الاجتماعيات. عندك مشكلة في البابليك سبيكينج، اللي بسميها قراءة مهارية. في بقى النوع اللي هو اللي انا بسميه النوع الثالث، وهو القراءة والقراءة اللغوية. ودي لما مثلا يكون حد مثلا بيتعلم لغة معينة وعايز ينمي مهارته في اللغة دي، فبيروح يقرأ في اللغة اللي هو مهتم بيها. فمثلا حد مثلا بيتعلم اسباني، حد بيتعلم تركي، حد بيتعلم فرنساوي، وعايز يقرأ مثلا في كتب، يجيب كتب بسيطة او على حسب مستواه في اللغة دي ويقرأ فيها في اللغة دي. طبعا على حسب مستواه يجيب الكتاب ده. وهنا ممكن يكون في حاجة تعملها تبقى دبل افكت او تأثير مضاعف، وهي ان انت مثلا لو عندك مثلا مشكلة في البابليك سبيكينج، في ادارة الاموال بتاعتك، تروح تجيب كتاب باللغة دي، مثلا نقول مثلا فرنش اسباني، وتقرأ الكتاب باللغة اللي انت مهتم تقرأ فيها. طبعا انا مش عايزة هنا اقرأ مهارة، يعني انسى في موضوع القراءة اللغوية، هي القراءة باللغة العربية، لان احنا بالاساس لغتنا العربية. لو انا مثلا بقرا في لو انا مثلا اللغه العربيه بتاعتي مش افضل حاجه، لكن انا اقرا كتب مستواها في اللغه العربيه جيد، لغتها رصينه، لغتها متماسكه، وتكون في نفس الوقت بتحفزني على الكتب. وخلاص مش هجيب اي كتب من الكتب السوق اللي ملهاش لازمه، لا اجيب كتب ليها يعني ليها فائده، وفي نفس الوقت انا استفدت لغويا، واستفدت مهاريا، او استفدت ادبيا. فمثلا ممكن اجيب كتب مثلا الرافعي، ممكن اجيب كتب طه حسين، واقرا الكتب وفي نفس الوقت انمي اللغه العربيه، وفي نفس الوقت بنمي حصيلتي المعرفيه او الادبيه او الثقافيه او المهاريه الابداعيه. فاهم حاجه ان انت تربط وانت بتقرا اللغه، يعني تقرا لحد بتحبه، يبقى انت بتتعلم هنا اللغه، فانت يعني بتزود
تأثير وفي نفس الوقت بتزود الجهد عليك، فانت بتقرأ حاجة انت مستمتع بيها اوريدي، مش بتقرأ حاجة ضاغطة على نفسك. تمام. في بقى قراءة بسميها قراءة قراءة مذاكرة، او قراءة قراءة ممكن يعني نقول هي مهارية برضو وممكن تدخل في جزء التتبعية، بس هي بمثابة قراءة مذاكرة. مثلا لنفترض ان انت عايز تتعلم تكتب بطريقة أكاديمية او بطريقة إبداعية، يعني زي مثلا مصدر أكاديمي ونذاكره بطريقة مذاكرة زي المذاكرة اللي احنا كنا بنذاكرها في أيام الدراسة في أيام الامتحانات. فلنفترض مثلا أنا عايزة مثلا أذاكر إنجليزي أكاديمي علشان مثلا أكتب ورقة بحثية. ده يعني إن أنا أروح أجيب كتاب أكاديمي بيتكلم عن الأكاديميك رايتنج، وأروح أجيب الكتاب ده وذكره يعني أكني بذاكر كتاب مدرسة في الصفحة الأولى الثانية الثالثة، أو على حسب النقطة اللي أنا محتاجها. فممكن أجيب الكتاب ده خليه أسم مصدر عندي، ومن ما يكون عندي مشكلة في جزئية أرجع لها تاني. تمام. دي اللي أنا بسميها قراءة مذاكرة. يعني ديسكليمر بس، القراءات دي أو الأسماء دي أنا اللي مسميها، ممكن اكون سمعتها في حته قبل كده وقلتها، بس انا اللي مسمياها يعني باعداد كامل مني، بتسميه كامله مني، مش راجع فيها المرجع معين، فيعني الكوبي رايت ليا. في بقى قراءه انا بسميها قراءه ترفيهيه، ودي قراءه بنقراها واحنا مثلا قاعدين على البحر، واحنا قاعدين في البلكونة في وقت الصيف بالليل، عايزين نرفه عن نفسنا مع كوباية قهوة أو كوباية نعناع. دي بسميها قراءة ترفيهية، بس أنا بحس الناس إن هي لما تيجي تقرأ قراءة ترفيهية تقرأ حاجة تكون بتربطها باهتمامها وتربطها بحاجة بتحبها عشان ما تزهقش، عشان ما تكون ترفيهية فعلا وخفيفة، وفي نفس الوقت ما تكونش يعني حاجة سزجة. اي حاجه تقراها ملهاش لازمه وانت عارف ان هي ملهاش لازمه. ممكن تجيب مثلا حاجه للرفي، ودي رائعه ومميزه خفيفه. وفي كمان ممكن تقرا حاجه، تقرا روايه، بس هي روايه في نفس الوقت بتزود مهارتك اللغويه، او بتقرا مثلا كتاب صغير، او بتقرا كتاب كده تزكيه نفس، او بتقرا كلام كده مثلا بيتكلم عن تاريخ مدينة معينة بس بشكل بسيط كده، أو بيتكلم مثلا عن الكتب اللي اسمها نكت سياسية، حاجات كده يعني. ففي حاجات كذا حاجة ممكن تقرأ بها القراءة الترفيهية، بس اللي بيحدد الشخص هو اللي بيحدد الترفيه ليه. أنا ممكن بالنسبة لي مثلا الترفيه ليا يكون مثلا أدب، لأن أنا مش بقرأ أدب مثلا في حياتي اليومية. ممكن لشخص تاني يكون الترفيه ليه ان هو يقرأ حاجة بوليسية وهكذا. فكل واحد بيحدد ايه الترفيه ليه، بس في نفس الوقت الرأي راعي ان هو يكون ليها يعني ايه، مش عايز اكون الشخص الماكسمايزرز يعني زي ما بيسموه، بس يراعي ان هو يعني بعد النهاية وهو بيتكلم كده يقول ان يحكي قصة من الموضوع، يكون في بلوت في الموضوع، مش اي حاجة كده قرأت وخلاص يعني تضيع وقت يعني، او يروح يسمع فيلم مفيد يعني، زي اكنه بيسمع فيلم كده ممتع ففرحه. في نفس الحال بيجيب حاجه، انت لما تروح تسمع فيلم هتروح تسمع فيلم تحس ان هو بيمسك، او هو انت مهتم بالنوع ده من الافلام. ممكن بقى اتكلم عن يعني برضو انا عايزه اضيف برضو جزء له علاقه بالقراءه اللغويه والمهاريه. مفيش اكتر من الكتب المهارية اللي هي بتكون البيست سيلرز وكده، واللي هي اللي بيسموها البيرسونال ديفلوبمنت او التنمية الذاتية. دي هي افضل طريقة بتكتب بيها هي بتكون باللغة الانجليزية، وفي الغالب الكتب دي بتكون سهلة في اللغة، بتكون مرنة، وبنتو حاولوا تخلوا القراءة بتاعت اي مادة يعني مهارية، وتكون في نفس الوقت اعتقد اغلب كده يكون باللغه الثانيه غير الانجليزي. فنحاول نخلي المهاره اللي انا عايزه انميها عندي اداره الوقت، مهاره التحدث امام الناس، المهارتين دول مثلا اروح اقرا الكتب بتاعتهم بالانجلش. انا برضو هحاول احط سكرين شوت كنت شفتها على بنترست على اهم الكتب عن الهيلث، الكتب عن الليدرشيب، الكتب عن
السيلف استيم وهكذا. حاطين كده لسته، عارفين الكتب اللي بتبقى لسته دي اللي عمرنا بنقراها، بس لعل وعسى ممكن يكون شخص واحد بس قرأ واستفاد، انا يعني اخد الثواب ده. هحطها لكم برضو في ال يعني هحطها في الكوميونتي او هحطها هنا في ال في الايديت بتاع الفيديو. وحاولوا برضو تنوعوا في القراءه وما تخلوش نفسكم دايما في لوب قراءه واحده. بمعنى لو انت شغلك كله اكاديمي نظري بتاع، استقر حاجه في وقت ابداعي، لان في الغالب ده هيخليك يعني ايه، هيخليك تجمد. ممكن تكون يجي لك مثلا اللي هو ايه رايتنج بلوك، اللي هو مثلا مش عارف تكتب، مش عارف تقرا، مش عارف يعني تحس كده انت بس. روح ساعتها اقرا في حاجه مختلفه تماما عن مجالك، تمام. وبرده وانت بتقراه حاولوا تدمجوا في القراءه من كذا نوع. في بقى القراءه اسمها القراءه الصوتيه، ودي انا مش قصدي فيها، مش قصدي اتكلم عليها في الفيديو ده، بس خليكم عارفين انا عملت فيديو عن عن الكتب الصوتيه. فلو انتم محتاجين تشوفوا حاجه عنها شوفوها برضو في القناه هنا، انا عملت عنها فيديو برضو. خلينا برضو نقول ان في القراءه الصوتيه دي بتكون موجوده على اليوتيوب وتكون موجوده على المنصات المختلفه الصوتيه. وانا قلت بالتفصيل عن القراءه الصوتيه، يعني مثلا مسافرين بتاع، القراءه الصوتيه بتكون ليها فايده كبيره جدا. ولو انت شخص بتحب القراءه الصوتيه ومش بتحب تقرا كتاب في البيت، ما تظلمش نفسك تماما، يعني اعمل كده بأدب وتأدي الغرض. لكن القراءه اللغويه والكلام ده وتطوير القراءتين مختلفتين في التلقي وفي الافاده، لكن حاول تخلي دايما بتعمل الشيء اللي هو بيتماشى مع اسلوبك، يعني بيتماشى مع طريقتك في الحياه. مش لازم اللي هو ايه تجبر نفسك ان انت تتمشى على حسب قوانين حد او حد يقول لك انت لازم تعمل كده والا كده مش بتقرا، او غير كده مش بتقرا، فاهمني؟ فبس كده يعني خلصت. قولوا لي بقى انتوا اي نوع بتقراوا، اي نوع من القراءات دي. وبرضه قولوا لي يعني عايزيني اعمل الفيديو الجاي عن ايه. انا يعني مهتمه ان انا اعمل كذا حاجه عن القراءه. انت تقرا ايه لو انت مثلا مستواك لسه مبتدئ؟ يعني في كذا حاجه ممكن نعملها الفتره الجايه عن القراءه، بس انا شايفه ان الفيديو ده كده كويس كبدايه وكتقصير. ما تنسوش بقى تشاركوا الفيديو ده مع الناس اللي تكون مهتمه بالنوعيه دي من الفيديوهات، او الشخص اللي يكون عايز يطور مهارات القراءة بتاعته، او اللي عايز يبدأ قراءة. وقولوا لي انتوا بتفضلوا اي نوع من القراءات دي يعني كلها. وما تنسوش تتابعوا عليها في اليوتيوب ديت. بتقرأوا ايه الايام ديت؟ هل قراءة ترفيهية عشان السيف بقى وكلام من ده، ولا لسه في ايام امتحانات، ولا جيتوا العيد ف خلاص بتقرأوا حاجة هادية، ولا مش فارقة انتوا بتقرأوا على طول قراءة منهجية أكاديمية نظرية؟